مشاهدينا الكرام هذه النشرة، لكن معك يا عزة. محمد، من جهته أدى وزير التجهيز والنقل يوم أمس زيارة لمقطع الطريق الرابط بين أبي تلميذ وألاق. زيارة مكنت سيد الوزير من الوقوف على مدى تقدم الأشغال بهذا المقطع بعد تسجيل بعض التأخر في إنشازه بفعل تداعيات جائحة كورونا. استهل وزير التجهيز والنقل السيد محمد دول أحمد المحيميد زيارته لإشغال عادة بناء طريق بوتليميت ألاق بمعاينة مقر شركة ATTM المنفذة للمقطع واحد الرابط بين بوتليميت أجوير، حيث قدمت له شروح حول المعدات والآليات التي وفرتها الشركة وخطة عملها لتنفيذ الأشغال بهذا المقطع. وبمنطقة أجوير بدأت الآليات التابعة للشركة شق طريق محاذية لمرور المسافرين، وشرع في تهيئة التربة لتمكين الآليات المستخدمة في بناء الطريق من العمل بشكل انسيابي. وبالمقطع الثاني الرابط بين دار النعيم شرق مدينة ألاق وأجوير تم الوقوف ميدانيا على عمليات بدء الأشغال في هذا الجزء، حيث شرعت إحدى الشركات الخصوصية في بدء أشغال إعادة بناء الطريق، وقدمت للسيد الوزير خلال هذا التوقف خطة التنفيذ وما تم توفيره من آليات ووسائل لوجستية لتنفيذ هذا المقطع. هذا الطريق كان يلا تبدأ به الأشغال فعليا قبل هذا الموعد، يا غير نتيجة لاعتبارات خارجة عن إرادة الوزارة. تأخر البدء الفعلي في الأشغال، وذاك التأخر ناتج عن حرص الوزارة على أن الأشغال تعدل حسب معايير الجودة به اللي مكاتب الإشراف اللي مكاتب دولية تم اعتمادها من طرف الممول في فترة جائحة كورونا، وكان من المستحيل أن المهندسين وموظفين هذه المكاتب على أنهم يقدروا يتنقلوا ياك يجوا. العمال الأساسيين الآن من مكاتب الإشراف موجودين، والمؤسسات والآليات موجودة، وشفنا الحمد لله على أنه الأشغال بدأت. إعادة بناء هذا الطريق الحيوي شكلت مناسبة للمنتخبين لتثمين هذا الإنجاز والاستعداد لمواكبة مراحل التنفيذ. تعلمون ثمن التوجه الدولة، توجه القيادة الوطنية، فخامة رئيس الجمهورية، هذه الأمور كاملة، لكن لا يعدل منها يختار يعدل بالمعايير المضبوطة، المعايير الفنية المدروسة، ويعدل في الآجال اللي يارتو يعدل فيه. احنا منتخبون ندور نراقبوا هذه الأعمال اللي هي بذاك اللي يخصنا احنا بالمعلومات، لكن لا يشقروه في إطار التنظيم الجديد اللي بيننا احنا وزارة التجهيز والنقل. ندور التمون الجابر دوريا ونعطوا هذيك المعلومات اللي ظاهران، ونتعاون معها على ذاك اللي يدخل المدن من الطرق، نعود عنده طابع خاص. هذا الطريق اللي ورق زمن خاسر شي من خساره مو عادي، وذا الشيء حتى خسرت الطابع المظهر المدينه مخسرته كاع به، وخاصه اللي من عند مخرج هناك حد واحد نواكشوط جاي من الشرق. ودارك شاكرين الحكومه على هذه الديناميكيه اللي بشكل عام وبشكل خاص بعد بهذا الطريق اللي بدات تركاتيه. وزير التجهيز والنقل عقد اجتماعا بمدينة ألاق حضرته السلطات الإدارية وبعض المنتخبين وأطر الوزارة، خصص لنقاش بعض مطالب ساكنة مدينتي ألاق ومقطع الحجار الموجهة لوزارة التجهيز والنقل، ونقاش أهم السبل لتلبية تلك المطالب.